اطمن على براكيا. هو وصاني مشان دير بالي على سته منيح، معقول ما نفذ طلبه؟ ستي لساتها فايقة؟ لوين رايحة بهالوقت؟ شفتي كيف يا ستي؟ قلتلك إذا هو بيترك هذا البيت أنت أكتر وحدة فينا رح تبكي على فراقه. بس شو الفايدة هلأ؟ شو بتستفيدي إذا بكيتي على حدا أنت يلي قلعتي؟ خبريني هلأ شو فايدة البكي؟ هو مانو هون هلأ وما بيقدر يشوف قديش أنت من جوا بتحبي. يا بنتي انتي مو شايفة غير اني عصبت عليه، بس كنت مجبورة على هالشي. ولحتى تفهمي ليش كنت مجبورة لازم تشوفي القصة وتفكري كأنك امه ومو مرته. انا ربيته لأبي مثل كأني انا امه، ووقت الولد بيكبر وبينجح بشغله وبكل حياته ساعتها الام بتكون اسعد شخص بالعالم كله. وهالولد نفسه إذا بده يبلش يغلط بحياته أمه أكتر حدا رح تتوجع، لأنه بتكون خايفة عليه، خايفة على ابنها إنه يكمل بنفس هي الطريقة الغلط وبالأخير بدها تنقلب حياته للأسوأ. وهذا الخوف هو يلي بخليها محتارة وما في قدامها غير إنه هي تعاقبه وتقسى عليه بالعقاب لحتى ما يرجع يغلط مرة تانية، ولا حتى يفكر إنه يمشي بطريق الغلط شو ما صار. يا بنتي انتي انسي كل شي هلأ، بدي اياكي تنسي انه انا بكون سته لأبي، انسي كمان انه انتي مرته، يعني انتي كوني هلأ وحدة غريبة وجاوبيني، هلأ انتي برأيك انه هو بيستاهل يتسامح على غلطة مثل غلطته؟ مع انه هو هلأ متجوز وفوق كل هاد هو راح وعمل علاقة مع وحدة تانية من ورا ظهرك، بيصير هذا الشيء؟ لو انت عرفتي انه في رجال تاني عمل هي العملة مع مرته شو بيكون رأيك في؟ قولي، مو معقول ما تتدخلي بينهم وتوقفي مع مرته مشان تاخدي حقها منه. انت شو عملتي؟ عم تطلبي مني انه سامحه مع انه انت يلي لازم تعاقبيه على هالشيء؟ ها؟ هلأ انا متأكدة انه انت ما عندك جواب صح، لكن يا بنتي انت مو لازم تطلبي انه جاوبك على كل شيء عم تسألي، لأنه أنا ما كنت غلطانة بحقه وقت عاقبته على غلطة كبيرة مثل هي.